يتهم من تمسك بالمنهج السلفي بأنه جامي، ويحذر من الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ زياد بن هادي المدخلي وغيرهم من أهل العلم. الألقاب لا تغير بها، أقول نبذ بالألقاب ما يصلح، مهمة ثقة للشخص. الشيخ نعرف أنهم وثقتهم سليم، وأنهم من السنة والجماعة، الشيخ ربيع الشيخ أحمد الشيخ زياد لا غبار عليهم.